من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين. أيها الإخوة المتابعون، أيتها الأخوات المتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا التسجيل الجديد من أجل دراسة هذا النص، ندرس هذا النص ونجيب عن أسئلته بإذن الله تعالى. هذا النص خاص بمستوى الرابعة متوسط كما ترون على الصورة. إذن نقرأ النص أولا. بينما لا تعرف الأمم إلا الفرس والروم ولا تتحدث إلا عنهما، إذ بأمة تنهض من حيث لم يكن يتوقع لها أن تنهض، أمة تخرج من جزيرة العرب صغيرة لتدخل التاريخ كبيرة وتخط في صفحات أحداثها العظيمة. لكن كيف يمكن لشبه جزيرة العرب أن تبعث أمة أو تنشئ دولة ببواديها القاحلة وصحاريها الجرداء؟ وكيف تستطيع قبائل العرب المتناحرة أن تفكر في حضارة أو تقيمها؟ لقد كان كسرى الفرس يسمي العربي راعي الإبل والغنم، وكان قيصر الروم يصفه بالحافي العاري والجائع. أفمن هؤلاء الرعاة العراة الحفاة تنهض أمة يعبأ بها الروم ويهتم لها الفرس؟ لقد نهضت هذه الأمة وأخذت الأرض تهتز تحت قدم كل فارس منها، وما كان لها أن تنهض لولا الإسلام. فواجهت الفرس والروم وتغلب عليهم فرضخوا لها وهم صاغرون. إن المسلمين لم يتغلبوا على هذين الأسدين بالعدد والعدة، وإنما بعقيدة ثبتت في قلوبهم وإيمان صحيح. وبهذا الغلب نشأت الحضارة العربية الإسلامية التي حملت عبء الحضارة في العالم عشرة قرون تباعا، ونشرت الإسلام في أنحاء الإمبراطوريتين وما وراءهما، وكادت تمتد إلى أكثر من ذلك لولا الانتكاسات التي ألمت بها. فما أعظم تاريخ أمتنا. النص لمحمد حسنين هيكل. طبعا مع هذه الأسئلة، إذن سؤال أول، اقترح عنوانا مناسبا للنص. طبعا أنا قرأت النص مرة واحدة، لكن إذا كان في اختبار أو في فرض فإن المطلوب أن يقرأ الطالب النص مرتين أو ثلاث على أقل تقدير، يمكن القراءة أكثر 4 أو 5 مرات حتى يستطيع فهم النص ومن ثم الإجابة بسهولة عن هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. إذا السؤال الأول هو عنوان النص. طبعا العنوان هو تصغير للفكرة العامة للنص. إذا استخرجت الفكرة العامة للنص فإن العنوان يكون تصغيرا لهذه الفكرة العامة. النص يتحدث عن الإسلام وانتشار الإسلام والحضارة العربية الإسلامية التي جاءت بعد أو طمست الحضارتين الرومانية والفارسية. إذن فسيكون عنوان النص حول هذا الموضوع، وهو انتشار الحضارة العربية الإسلامية أو انبعاث الحضارة الإسلامية أو ظهور الحضارة الإسلامية. كل العناوين التي تدور في هذا الشأن تكون عناوين صحيحة إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني، ما الذي جعل العرب يشكلون أمة وينشئون حضارة؟ بمعنى كيف تحول العرب من رعاة إلى أصحاب أمة وحضارة؟ طبعا الجواب يوجد في النص. إذا قرأت النص جيدا فستار هذه الجملة، وما كان لها أن تنهض لولا الإسلام. هذه الجملة الملونة ب الأخضر الخافت. إذن وما كان لها أن تنهض لولا الإسلام. أعتقد أن الطالب يمكن أن يستنتج هذا الجواب بكل سهولة لأنه ظاهر للعيان ويمكن استنتاجه بكل سهولة. إذن ما هو السبب؟ هو الإسلام. إذن الذي جعل العرب يشكلون أمة وينشئون حضارة هو الإسلام كما جاء في النص. سؤال ثاني، اشرح تباعا والمتناحر. تباعا من التتبع، وهو التتالي. تباعا بمعنى أن يتلو أحدهم الآخر، أي تباعا، أي واحد وراء الثاني. والمتناحرة بمعنى المتقاتلة، التناحر وهو التقاتل. السؤال الثالث، وضف ما يلي في جملتين مفيدتين، رضخ وأنحى. إذن كملاحظة لا يمكن
توظيف أي كلمة في أي جملة إلا إذا فهمت شرح هذه الكلمة. فرضخ لابد أن تفهم معناه وهو الاستسلام. إذا تستطيع أن تضع رضخ في أي جملة عوض عن كلمة استسلام. وأنحاء بمعنى الجهاد. إذا يمكن أن نقول رضخ الإبن لأوامر أبيه بمعنى استسلم لأوامر أبيه. يمكن أن تقول أيضا طفت أنحاء المدينة، أي طفت في جهات المدينة. بالنسبة للبناء الفني، والحقيقة هذا هو المهم، البناء الفني والبناء اللغوي، يعني أقصد بالأهمية لأن الطلبة يجدون مشاكل في هذين البنائين. بالنسبة للبناء الفني، السؤال يقول استخرج من النص استعارة. طبعا النص فيه أكثر من استعارة، لكن نكتفي بهذه الاستعارة، ويمكن استخراج استعارات أخرى. لاحظ معي هذه الجملة الملونة بالأخضر الخفيف: إن المسلمين لم يتغلبوا على هذه الأساليب. السؤال هنا: هل واجه المسلمون أسدين أم واجهوا الإمبراطورية الرومانية والفارسية؟ إذن واجهوا في قتالهم الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية. إذن ما موقع الأسدين؟ لماذا جئنا بالأسدين؟ إذن الآن تلاحظ أن المسلمين تغلبوا على الإمبراطوريتين، فشبهنا الإمبراطوريتين بالأسدين، لأن الإمبراطورية الرومانية والفارسية كانت قوية وكانتا ممتدتين على كثير من البلدان التي نعرفها اليوم. فكانت الإمبراطورية الفارسية في الشرق، وكانت الإمبراطورية الرومانية في جنوب، عفوا في شمال البحر الأبيض المتوسط، وقد أخذت كثيرا من شمال إفريقيا ومن جزء كبير من الشام، يعني سوريا وفلسطين وما إلى هذه الدول. إذن فتغلب المسلمون تغلب على الإمبراطوريتين، فشبهنا الإمبراطوريتين المغلوبتين بالأسدين. هل ذكرنا الإمبراطوريتين؟ لا. إذا ذكرنا المشبه به وهو الأسدين وأخفينا المشبه، فهي استعارة تصريحية. لماذا تصريحية؟ لأن صرحنا بالمشبه به، شبهنا الروم والفرس بالأسدين، وذكرنا المشبه به وهو الأسدين، كأننا قلنا تغلب المسلمون على الإمبراطوريتين اللتان تشبهان الأسدين، فهي استعارة تصريحية لظهور المشبه به وهو الأسدين. إذن بالنسبة للسؤال الآخر، وهو الاستعارة استعارة صريحية لظهور المشبه به وهو الأسدين. البناء اللغوي: اعرف ما تحته خط في النص، وبين محل ما بين قوسين في الإعراب من النص، واستخرج من النص جملة مركبة، واجعل الجملة الآتية بسيطة، فكيف يمكن شبه الجزيرة العربية أن تبعث أمة. إذا نبدأ بإذن الله تعالى في السؤال الأول، هو إعراب ما تحته خط في النص، فنعرب. إذا نبدأ اتباعا. إذا انظر إلى هذه الجملة، هي موجودة الآن بين قوسين. المطلوب منا تبيين وظيفة هذه الجملة، أي ما محلها من الإعراب. لكن في بعض الأحيان يطلب من التلميذ أو الطالب أن يعرب هذه الجملة إعرابا تفصيليا، فيعرب كلماتها، فيعرب مثلا هنا أن، وتفكر وفي حضارته. إذن هنا هذه جملة فعلية لأنها بدأت بمصدر مؤول أن تفكر، لكن ما هم موقعها في الإعراب؟ إذن لابد أن نرى قبلها وبعدها، ماذا يوجد قبلها؟ إذن نقرأ: كيف تستطيع قبائل العرب المتناحرة أن تفكر في حضارة؟ إذن يوجد فعل، وهو الفعل يستطيع. ما هو أين فاعله؟ فاعله قبائل، تستطيع قبائل العربي. إذن قبائل فاعل، العربي مضاف إليه، والمتناحرة صفة لهذه القبائل. أين المفعول به؟ ماذا تستطيع قبائل العرب؟ إن تستطيع قبائل العرب المتناحرة التفكير في حضارة. إذن إذا أرجعنا هذه الجملة الفعلية، إذا أرجعناها إلى كلمة بسيطة، كلمة مفردة مصدرها الأصلي، فنقول تستطيع قبائل العرب المتناحرة التفكير في حضارة أو تقييمة. إذن الآن لا شك أنكم عرفتم أن هذه الجملة الفعلية جملة فعلية في محل نصب. ماذا نقول نصب؟ لأن المفعول به يكون منصوب. إذن في محل نصب مفعول به.
بالنسبة للجملة الثانية فهي هنا وهم صاغرون، أيضا لابد أن نقرأ، طبعا هي جملة اسمية لأنها تتكون من مبتدأ وخبر، وهم ضمير منفصل مبتدأ وصاغرون خبر. إذا نقرأ ما قبلها، ويتغلب عليهم فضحوا لها وهم صاغرون. إذا تلاحظون هنا هذا الواو وهو كما يسمى واو الحال، رضخوا لها وهم صاغرون، إذا نستطيع القول فرضخوا لها صاغرين، رضخوا لها صاغرين. إذا فحولنا كلمة صاغرين التي ستكون حال لكيفية رضوخهم، يعني لما رضخوا كيف كان حالهم؟ هل رضخوا وهم متكبرون وهم لا زالوا في عنجهية؟ لا، رضخوا وهم صاغرون أي أذلاء. فنستطيع تعويض هذه الجملة الفعلية أو هذه الجملة الاسمية وهم صاغرون، نستطيع تعويضها بكلمة واحدة فنقول فرضخوا لها صاغرين، صاغرين. إذا هنا هذه الجملة تعرب جملة اسمية في محل نصب حال، فرضخوا لها وهم صاغرون. أيضا بالنسبة لهذه الجملة الثالثة نرى ما إنما بعقيدة، إذا لاحظ بحرف جر عقيدة اسم مجرور ببي وعلامة جر يكسر الضائر على آخره، ثبتت في قلوبهم. نستطيع أن نحول هذه الجملة الفعلية إلى كلمة فنقول بعقيدة ثابتة في قلوبهم، إذا تصبح بعقيدة جر ومجرور وثابتة صفة لهذه العقيدة. إذا الآن يمكن الإعراب أن نقول والجملة الفعلية ثبتت في قلوبهم في محل جر صفة. لماذا قلنا في محل جر الصفة؟ لأن الصفة تتبع الموصوف، والموصوف عقيدة هنا جاء مجرورا بالبي فتكون بالباء عفوا، فتكون هذه الجملة الفعلية في محل جر صفة للعقيدة. آخر إعراب هنا إعراب تفصيلي وليس إعراب وظيفة الجمل. راح جملة تعجبية، فما أعظم تاريخ أمتنا، حقا ما أعظم تاريخ أمتنا. إذا سؤالنا وإعراب ما هذه هنا ما تكون اسم، اسم تعجب، ويمكن اسم تعجب مبني على السكون، ويمكن أن نصفها بأنها نكرة بمعنى شيء، يمكن أن نضيف هذا نكرة بمعنى شيء. إذا اسم، اسم تعجب مبني على السكون بمعنى نكرة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، إذا له محل من الإعراب ولذلك فهو اسم. لو لم يكن، لو لم يكن له محل من الإعراب وهنا مبتدأ لما كان اسما بل لكان حرفا. إذا ما اسم تعجب مبني على السكون نكرة بمعنى شيء في محل رفع مبتدأ، وطبعا لم يعرب يطلب منا إعراب هذا لكن سنعربه لفائدة. إذا أعظم فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر فيه، تاريخ مفعول به منصوب على فتح ظاهرة على آخره، وهو مضاف وأمتنا مضاف إليه طبعا بالتفريق مع إذا مضاف ومضاف إليه. والجملة الفعلية أعظم تاريخ أمتنا جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ ما. إذا ننتقل إلى السؤال الآخر وهو بين استخرج من النص جملة فعلية مركبة. إذا جملة فعلية مركبة مثال ذلك، هناك جمل كثيرة مركبة، فنقول مثلا تغلبت عليهم فرضخوا لها وهم صاغرون، رضخوا لها وهم صاغرون. إذا الحال، إذا هذه جملة مركبة، لماذا؟ لأن أحد عناصرها وهو عنصر هنا الحال وهو عنصر زائد في الحال، يسمى في اللغة يسمى فضلة لأنه زائد يمكن الاستغناء عليه فنقول فرضخوا لها. إذن فهذه جملة فعلية، جملة فعلية مركبة لأن أحد عناصرها جاء على شكل جملة وهو الحال وهم صاغرون، جملة اسمية في محل نصب حال. إذن السؤال الآخر اجعل الجملة الآتية بسيطة. إذا سوف نفهم لماذا هذه الجملة مركبة. أولا كيف يمكن لشبه جزيرة كيف يمكن لشبه جزيرة العرب أن تبعث أم؟ إذا لماذا هذه الجملة فعلية؟ لأنها أحد عناصرها وهو مصدر مؤول، يعني جملة فعلية أن تبعث أمة.
فنقول نحولها إلى جملة بسيطة فنقول كيف يمكن لشبه جزيرة العرب بعث أمة؟ إذا تلاحظون حولنا هذه الجملة الفعلية إلى كلمة بسيطة وهي بعث. أعيد، كيف يمكن لشبه جزيرة العرب بعث أمة؟ بالنسبة للوضعية الإدماجية تقول لما دخل العرب الإسلام تغيرت طباعهم وتهذبت أخلاقهم بفضل تعاليمه السمح. اكتب نصا، هذه التعليم، اكتب نصا حجاجيا. اذا النمط الحجاجي معروف انه لا بد له من الحجج، هذه الحجج قد تكون آية من القرآن الكريم، قد تكون احاديث نبوية شريفة او حكم بما يعرف بالشواهد. ايضا نستعمل الروابط، حروف الربط، ونستعمل ادوات التعليل والتسبيب، لان بما ان وهكذا. المطلوب ان تكتبها في 8 أسطر وتحث فيها صديقك عن خلق كريم، تحث بما لا تدعوه إلى هذا الخلق الكريم الذي دعا إليه الإسلام. لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن توظف 3 حجج لأنه النمط حجاجي، وتقنع صديقك لأن الحجاج يتطلب الإقناع، يتطلب النتيجة، مستعملا جملة اسمية بسيطة ومقابلة. إذن بالنسبة للوضع الإدماجية يراعى فيها دائما السلامة النحوية، يعني قواعد اللغة العربية، والسلامة الصرفية، أي أيضا قواعد الصرف، واحترام الموضوع المطلوب، والتركيز على المطلوب هو جملة اسمية ومقابلة. إذن إلى هنا ينتهي معكم هذا التسجيل. آمل من الله تعالى أن يكون عند حسن ظنكم، وإن كان هناك خطأ ما أو كان هناك قلق فأعتذر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.